قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. ما زال أمامنا الكثير لنصل لقرية صديقك يا جدي. لا، لقد اقتربنا. هل أنت متحمس؟ بالطبع، أريد أن أتعرف إلى صديقك، ولكن هناك أمر آخر يشغلني. ها؟ وما هو؟ نحن الآن على ما أعتقد يا جدي في وسط الصحراء، فهل يمكن لأحد أن يعيش في مثل هذا المكان؟ وأين كان يعيش أجداد أجدادك يا فواز؟ ألم يكونوا في الصحراء؟ لا توجد أي تغطية لشبكة الاتصالات هنا يا جدي. لا يحتاج أحد تغطية الشبكة هنا يا فواز. ها قد وصلنا. وها هو صديقي نايف في انتظارنا. زيارة كنت أنتظرها منذ وقت طويل يا أبا سعد. ها قد حضرنا. في المرة القادمة سننتظرك في مدينتنا. لقد حدثني جدي عنك كثيرا يا عم نايف. أخبرني أنكم أصدقاء منذ زمن طويل. نعم، فأنا أعرف والدك منذ أن كان في عمرك أنت الآن. ولكن الحياة هنا ليست كالحياة في المدن الكبيرة، أعتقد أنها في غاية الصعوبة، فأبسط الأشياء الأساسية ليست موجودة هنا. مثل ماذا يا فواز؟ شبكة الجوال، سوق لشراء الأغراض، مطعم للمأكولات السريعة. بصراحة أعتقد أن الحياة في المدينة تجعل الشخص يحب وطنه أكثر من الحياة في مثل هذه الظروف الصعبة. تعال معي يا فواز. هذه الصحراء فيها الواحات الجميلة وفيها أيضا الرمال المتحركة، فهل هي جيدة أم سيئة؟ وجود الواحات أمر جيد، ووجود الرمال المتحركة أمر خطير وبالطبع سيء. والحياة في المدينة، هل تجعلها وسائل الترفيه والراحة جيدة أم يجعلها الازدحام والضوضاء والتلوث سيئة أيضا؟ نفس الأمر، شيء جيد وآخر سيء. ما يقصده نايف هو أن الوطن ليس مجرد المكان الذي نعيش فيه، وليس شرطاً كي نحبه أن نستفيد منه. الانتماء للوطن يعني أن نحبه دون أن ننتظر مقابلاً لهذا الحب. وهذه القرية يا فواز كانت حصناً منيعاً ضد كثير من أعداء الوطن الذين أرادوا به سوءاً، وقد قاتل جدي أولئك الأعداء على هذه الأرض واستشهد فيها، وهذا سبب كاف ليعتز بقريتي وأحبها. لقد فهمت. شكرا يا عم نايف، شكرا يا جدي، أنتما رموز مشرفة للوطن. تعال معي الآن لأريك الواحة التي كنت ألهو بجوارها مع جدك قديماً.